والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. احنا اليوم نستكمل بعض التعريفات الخاصة بإدارة المعرفة، وبدنا ناخذ اليوم بعض حالات وتجارب واقعية على موضوع إدارة المعرفة على اساس يكون الصورة واضحة. بتضل إدارة المعرفة من الامور اللي فيها بعض غموض شوية، لانه مش واضحة كثير في بعض الكتابات، كله بيركز على موضوع البيانات والمعلومات، لكن قصة المعرفة اللي هي مهمة كثير، لانه هذه يعتبر خلاصة الناس التجربة اللي موجودة عندهم اللي ممكن تنقل الى جهات ثانية او افراد اخرين او مؤسسات اخرى او تتمثل في صورة منتجات من سلع وخدمات. فاحنا اليوم نكمل بعض مواضيع إدارة المعرفة وناخذ بس مقتطفات من تعريفات مختلفة تقدموا فيها بعض العلماء على موضوع تصورهم او نظرتهم لإدارة المعرفة. فاحنا بنستكمل من عند تايلور، نمشي مع بعض صفحة 123. بالنسبة لموضوع تايلور، كان في عندنا موضوع إدارة المعرفة، وما زلنا في تابع تعريفات ومفاهيم خاصة بإدارة المعرفة. أصبحت إدارة المعرفة اليوم شغل الشاغل لكثير من الأخصائيين في موضوع أنظمة المعلومات. بيقول لك المعرفة هي ما زالت تعرف بالآتي: المعرفة هي أمر مهم حيوي لمنظمات الأعمال، يعني هي حيوي، أمر حيوي وهام لمنظمات الأعمال. لا تعرف منظمة أعمال بدون وجود معرفة. قيمة منظمة الأعمال وحيويتها تعتمد على وجود نظام وجود المعرفة. في حد آخر من العلماء تقدم على إنه إدارة المعرفة هي الفهم والإدراك لما نؤديه من أعمال، تعتمد على الأداء الوظيفي. يعني المعرفة تنعكس في الأداء الوظيفي، الأداء المؤسسي بصورة كاملة. يعني المؤسسة اللي يكون أدائها متميز أو أدائها الوظيفي بالنسبة للأفراد أو المهام متميز، فهي تعكس وجود معرفة عندهم ذات طابع واضح. في شخص آخر تكلم على أنه المعرفة هي عبارة عن أصول تنظيمية. أصول تنظيمية يعني أصل مهم جدا، زي وجود العقار وزي وجود الأثاث وزي وجود الأجهزة والمعدات وزي وجود الأموال اللي موجود للمؤسسة والممتلكات. تعتبر المعرفة مكون أساسي من الأصول. في كمان أمر بيقول لك المعرفة هي العمليات، هي مجموعة العمليات داخل المؤسسة، هي العمليات التي تتم داخل المؤسسة. يعني أنا كمؤسسة بأجتهد أني أعمل لإنتاج منتج معين، أنا بعرف أنتج هذا المنتج، فأنا قادر على تقديم منتج للناس. فأصبحت العمليات البروسس، العمليات التشغيلية أو البروسس، خلينا نكتب هنا البروسس اللي أنا بعملها، هي تعكس معرفتي بهذا الأمر. أنت قادر على الكتابة، فعندك معرفة بأنك بإجراءات معينة بناء على المعرفة. في كمان شخص آخر كمان اتكلم أنه المعرفة إلها منظور من حيث الأعمال، العمل. يعني في منظور، المعرفة هي منظور خاص بالعمل، وربط العمل بالقطاع الخاص البزنس، وقال لك المعرفة إلها منظور لأداء الأعمال. يعني أنا متخصص في مجال الاتصالات، عملي هو الاتصالات أو البزنس تبعي الاتصالات، فمعنى معرفتي أنا في هذا الاتصالات. لو أنا معرفتي في تقديم بعض المنتجات، زي نقول مطعم يقدم بعض الوجبات، فأنا معرفتي في هذه الصناعة اللي هي صناعة إيش؟ تقديم الوجبات. فمنظور خاص بالعمل. في منظور خاص بالإدارة، المعرفة لها منظور يختص بمهارات أو عمل الإدارة، المانجمنت. يعني في بزنس وفي عندي مانجمنت. هليتا بالنسبة للمانجمنت، هي مهارات الأفراد أو الإدارة في المؤسسة لأداء العمل وتوجيه المؤسسة، دفة المؤسسة لأداء الأعمال. فأصبحت منظور الإدارة، قدرة الإدارة على أداء مهامها مرتبط بمعرفتها. بمعنى أنا في عندي إدارة متميزة، فمعناها أن الإدارة تمتلك معرفة بتقدر توجه من خلالها المؤسسة. فأصبحت المعرفة هي المكون الأساسي أو القيمة الجوهرية لمين؟ لدى الإدارة، المؤسسة اللي بتمكنهم من أداء أعمالهم وتميزهم في العمل. في لها منظور تشغيلي، احنا رجعنا برضو العمليات بس ما نقول عليها منظور
منظور تشغيلي. المنظور التشغيلي هنا بتكلم على الاوبريشنز. الاوبريشنز اللي هي العمليات الرئيسيه اللي بتتم داخل المؤسسه. يعني احنا كمؤسسه اكاديميه الاوبريشنز الرئيسيه تاعتنا قائمه على تقديم العمل التعليمي الاكاديمي. لو مستشفى قائم على تقديم العمل خدمات صحيه. لو انا بتكلم على نطاق عمل اي مؤسسه فبتش ايش هو المكون او الكور اكتيفيتيز او المكون الاساسي او الرئيسي لاداء هذه المؤسسه من اعمال. فاحنا المنظور التشغيلي بمعنى انا استطيع ان انفذ هذه الاعمال بنجاح وبكفاءه بناء على معرفتي اني قادر على هذا العمل. والمعرفه بتجيش من فراغ، من تراكم سنوات من الخبره وبناء البيانات والمعلومات. في عندنا وجهه نظر اخرى تكلمت على انه المعلومات اليوم اصبحت شغل الشاغل للناس في القرن 20 و21، هي الشغل الهام لكل من ينادي او يفكر في انظمه المعلومات. بناء انظمه المعلومات اصبحت تساوي اني انا بدي ابني معرفه داخل المؤسسه. بأوجد أنا أنظمة من المعلومات وبحاول أتوسع فيها بالتكنولوجيا لبناء أنظمة المعلومات للوصول إلى المعرفة. في برضو عالم آخر تكلم على موضوع المعرفة وحط لك المعرفة هي أمر خاص باستراتيجية داخل المؤسسة تمتلكها الإدارة العليا. بمعنى هنا المعرفة هي لها طابع وبعد استراتيجي، بعد استراتيجي للمؤسسة. برضو ركزنا في المعرفة اليوم على كثير على المؤسسات. الطابع الاستراتيجي أو البعد بمعنى أنه استراتيجية المؤسسة ترتقي بوجودها وتبنيها لأنظمة المعرفة داخل المؤسسة كأفراد كدوائر كأقسام على جميع المستويات الإدارية، أن أتبنى المعرفة كأمر هام وحيوي لا يمكن الغنى عنه. في وجهة نظر كمان خاصة بإدارة المعرفة هي عبارة عن الأنشطة وتراكم الأنشطة والخبرات. المعرفة هي لها بعد تعتمد على الأنشطة والخبرات. فالأنشطة داخل المؤسسة من يقوم بالنشاط هو يمتلك المعرفة. بمعنى أنا عندي عاملين بيشتغلوا في المؤسسة لمراحل إنتاجية بيشتغلوا، كل واحد في مرحلته الإنتاجية بيمتلك المعرفة والمهارة اللي بتمكنه من أداء هذا العمل. فبالتالي هي تجمع المهارات والخبرات اللي موجود والمعارف اللي بيشتغلوها العاملين في المؤسسة أصبحت هي بناء معرفة مكون من مجموعة مكونات أو الأجزاء. في المعرفة لدى المنظمة بيتم اهتمام فيها في عملية النقل، لها اهتمام أو بعد كمان بعد خاص بعملية نقل المعرفة، نقل أو التواصل، نحكيها التواصل داخل المؤسسة. يعني المعرفة ليست شيء جامد أو قاصر على جهة معينة، نحتاج أن المعرفة تنتقل من طرف إلى آخر. طب ننقل المعرفة يكون لناس حيستفيدوا من هذه المعرفة ولا مش حيكون لها استفادة؟ يبقى بدي أحاول أنتقل أشخاص اللي حيكون على حلقة للتواصل ما بيننا، ناس حيستفيدوا من هذه المعرفة. يعني أنا في معرفة بتخص جانب بعد له علاقة بالحواسيب والتكنولوجيا الحديثة ما اديهاش لشخص مش مهتم كتير بالحواسيب، لا لشخص فاعل مثلا في دائرة زي تخصصه هو في مجال مثلا الحواسيب. مثلا عندنا دائرة تكنولوجيا المعلومات داخل الجامعة مهتمة بتعرف إيش المستجدات من الحواسيب والبرامج اللي موجودة. إجت له مثلا دعوة لمؤتمر، مؤتمر للمشاركة تحديات التكنولوجيا المعلومات في القرن 21 مثلا أو مؤسسات التعليمية، هذا مين نرشح له؟ حد يكون مثلا من تخصص هيكون إيش هو؟ هيكون في IT تكنولوجيا المعلومات، يقول له تفضل استفيد من هذا المؤتمر واستفيد من المعلومات الموجودة لأنه حتعزز أداء المعرفة عندك. فعملية التواصل برضو بالنسبة للمعرفة إلها بعد هام داخل المؤسسات. إحنا كل عملنا كل كلامنا المعرفة ومدى دورها وعلاقتها بالإيش؟ نرجع مرة ثانية المعرفة ودورها بدي اكتب هنا له طابع في خاص بالمؤسسات بشكل عالي. والمؤسسات مكونه طبعا مجموعه من الافراد، المؤسسات مبنيه اساسا على مجموعه من الافراد، الافراد اللي هم بيشتغلوا في عمل تعاوني. والعمل التعاوني هذا بيخليهم في الاخر انه يكونوا يبقى المؤسسه هي الاساس
المؤسسة هي عبارة عن أساس أفراد، يعني تراكم المعرفة للأفراد بيجعل قيمة معرفية للمؤسسة اللي بيجعل في الآخر قدرتها التنافسية على أداء أعمالها ما بين الشركات المنافسة عالية. زي ما حنشوف بعض الشركات بيقول لك أنا متميزة في العمل، طب على أي أساس أنا متميزة؟ لأنه عندي معرفة عالية في هذا العمل، وبالتالي القيمة التنافسية تاعتها بتضلها يعني ترتقي عن باقي المؤسسات. طيب في حد حط كمان وجهة نظر المعرفة، قال لك إدارة المعرفة، نكتبها بلون مختلف، إدارة المعرفة، إدارة المعرفة تساوي إدارة قدرتك على إدارة المعلومات. طبعا هو وجهة نظر هنا اختلفت شوية، حدد شوية من قيمة المعرفة، ماشي، اللي هي knowledge management زي information management. نكتب هنا information management اختصار تساوي knowledge management، الكي knowledge مشهورة كتير، كي ام هلقيتها، ماشي. في وجهة نظر قدرتي على اني ادير المعلومات داخل المؤسسة وانتقلها على حسب المستويات الإدارية للفئات المناسبة وانتقالها بالشكل والهيئة المناسبة أعلى أو أسفل وانتقالها داخل الجهات الوظيفية، أنا عندي تسويق الماركتينج والبرودكشن وعندي الفاينانس وعندي الاتش آر، انتقال المعلومات بطرق برضو رئيسية أو أفقية انتقالها داخل المؤسسة، بقولك إدارة الهيكلية هذه بالكامل هي تعتبر إدارة المعرفة. في حد نقلها بشكل تاني بقولك إدارة المعرفة، إدارة المعرفة هي إدارة للأفراد، إدارة المعرفة هي في الحقيقة إدارة الأفراد داخل المؤسسة. يعني حط تعاملنا مع الأفراد أو تعاملنا مع قدرة الأفراد لأداء أعمالهم بطريقة جيدة بتعتمد على معرفهم، يعني كل ما كان أداء الأفراد عالي بيعكس معرفة متميزة لدى الأفراد. طبعا برضو هذه قصرها على جانب مهم اللي هو الجانب الايش الاتش ار داخل المؤسسه، لانه يعتبر الاتش ار هو المكون الاساسي او القيمه الفعليه الحقيقيه لمين؟ هي للمؤسسه، المؤسسه قيمتها بمبادئها ولا بافرادها؟ قيمه المؤسسه من ضمن الاصول القويه لاداء المؤسسه هم الافراد، ماشي. عدم وجود حضراتكم، عدم وجود محاضره، عدم وجود قيمه للنظام التعليمي، فوجود الافراد هم العنصر الاساسي الفاعل والمحرك لايش؟ لا وجود المعرفة وانتقالها. إحنا موجودين حاليا في موتقة لانتقال المعرفة وتبادل المعرفة. بعض الطالبات هيقدموا كمان شوية إن شاء الله إيش presentation زي مجموعات متميزة كانت سابقا، هيقدموا presentation هيتكلموا على إيش، على موضوع من المهارات والإمكانيات اللي هتعكس جانب إيجابي، ماشي، جانب إيجابي بالنسبة للمعرفة. طيب ناخد عنا في بعض التعريفات اليوم خاصة برضو بالنسبة لموضوع المعرفة، احنا وصلين صفحة 128. في بقول لك اليوم شغلة هامة بدي أسجلها هنا، انه في استقصاء في دراسة انعملت في الولايات المتحدة على مجموعة من الشركات الأمريكية 128، وجدوا في نسبة معينة هنا شايفينها 128، في نسبة شايفينها 90% من الشركات الأمريكية الرائدة في أحد الاستقصاءات أن إدارة المعرفة تعتبر هامة وجوهرية لإدارة المنظمة. يعني حطوا هنا كلمة مهمة، إدارة المنظمة المؤسسة اللي هي تعتمد على الأفراد اللي تعتمد على إدارة المعلومات، بقول لك مكون أساسي من سبب نجاحها هي إدارتهم للإيش؟ إدارة المعرفة. وهذا النسبة بقول لك 90% أجمعوا على، قال لك مظبوط الكلام، إنه إدارة المعرفة هي المفتاح الرئيسي والسبب الفاعل لنجاح المنظمة على قدرة إدارتها لأنشطتها. طبعا هذا حيكون مكون أساسي للمنظمة الأفراد واعتمادهم على المعلومات، يعني حتلاقي المعلومات هنا بتتكامل مع بعضها البعض. خلينا نقول إنه أنا بدي أنظر إلى العلبة زي هذه، فكرة التعريفات الكثيرة اللي موجودة، عشان أنا ممكن أتعب في التعريفات هذه، لا، التعريفات بتخليني أشوف المكان هذا من أكثر من زاوية، فبالتالي بتصير عندي صورة إيش؟ صورة متكاملة لإيش؟ لشغلة أنا مش كثير واضحة لإلي لحد الآن، هي موضوع علم إدارة المعرفة بشكل كامل. خليني أحكي لكم قصة بسيطة هنا نرسمها، كانت موجودة زمان على جنب بسيطة هنا. إجوا مجموعة، قصة هندية هي، القصة الهندية بقول لك في مجموعة من الهنود كانوا عميان، ما بعرفش سمعتوها يمكن قبل هي،
كانوا ماشيين في غابة، فالهنود هذولا استوقفهم جسم غريب، وكل واحد صار فيهم يوصف المكان اللي هو يعني على حسب كيف يعني مسكته أو إيش أو شعوره به، بيوصفه لزملائه. الشخص الأولاني قال أنا موجود عند جذع شجرة، وهو ملمسه هنا الملمس تبعه شوية بيقول غريب مش زي المتعرف عليه. واحد تاني قال والله كلامك مظبوط، أنا واقف برضو عند إيش جذع شجرة، وهذا الجذع أنا شايفه يعني ملمسه برضو غريب مش زي لحاء الشجر، لا مختلف شوية. واحد بقولهم يا عمي أنتوا أنا في مكان قاعد عليه ومبسوط والهوايات عندي مزبطة ماشي، وأنا موجود في مكان بس إشي هيك ضخم بس أنا حاسس إنه بتحرك يعني مش عارف إيش هو بس مش شغلة ثابتة. واحد كان موجود في مكان تاني وقال لك إيش، قال لك في أنا عندي غصن شجرة برضو إيش ماله الغصن هذا، أنا مش يعني مش عارف إيش وصفه. في واحد بيقول والله في ورقة شجر غريبة أنا عندها موجود ماشي بس تتحرك مش عارف إيش هذا اللي موجود ماشي. فإيش ظهر لنا تقريبا؟ ظهر الفيل. بدي أكمل القصة إنه في واحد عند الديل كان هنا ماشي، وهي في عين موجودة كنه أماكن مش عارف كيف الرسمة مظبوطة، هي فيل عشان مبين شغلة ضخمة يعني. في المقابل كان في واحد واقف هنا ناحية الثانية. الشخص هذا اللي كان موجود كان يقولهم أنتوا يا جماعة الخير أنتوا قاعدين، بس هو كان مبصر، قال لهم أنتوا موجودين عند الفيل، هذا هو الفيل شايفينه، وصفهم. الفرق ما بين الأشخاص هذول وما بين هنا أنه هنا كل واحد بيصف جزء مكون بسيط هو بيستشعر وجوده فقط، لكن هنا بيكون شايف الصورة المجمل. علم إدارة المعرفة له مجموعة من المساهمات من ناس كتار، بس كل واحد وصف الشغلة من وين؟ منظوره هو، المنظور هو المحدود اللي هو بيتعامل معه بشكل مباشر، لكن ممكن احنا نوجد تعريف انه بيجمع معظم الافكار هذه زي ما حنشوف هالقيته، تعريف بيشمل معظم الافكار، لانه لسه موضوع ذات المعرفه كثير من كتب انظمه المعلومات تتكلمش عنه، لانه هو شيء راقي اعلى من مستوى قلنا اللي هو البيانات والمعلومات، شيء اعلى زي ما حنشوف، البيانات والمعلومات بتطلها شغله اقل. فبدنا نشوف تعريف بيشملهم، نقدم شوية ونأخر ماشي، تعريف بيشملهم ولا نكمل بعض التعريفات؟ خلينا نكمل بعض المفاهيم الموجودة. صفحة 129 قبل ما نشوف التعريف الأخير. 129 نأخذ بعض مداخلات من الطالبات. 129 تقرأ معنا 129، نبدأ من عندك يا هيا، تفضلي علي صوتك شوي. من عند شركة إحنا اللي هي بيل جيتس إيش حكى؟ إن الجهل بإدارة المعرفة، من عند إن الجهل بإدارة المعرفة. إن الجهل بإدارة المعرفة غير مفاجئ وغير مدهش عندما تكون هناك تعريفات ومفاهيم متعددة ومتنوعة. يعني هو بيقر إنه اليوم بيل جيتس بيقر إنه اليوم فيش شيء واضح لإدارة المعرفة، بس هو حط له تعريف بسيط جدا لإدارة المعرفة. اقري لي بين قوسين إيش مكتوب هنا؟ هذا المعنى رأى أن إدارة المعرفة عبارة عن أي شيء يرغب أي شيء في تحقيقه والقيام به. مرة ثانية anything someone wants it to be. أي شيء أنت حابة تعمليه وقادرة أنك تعمليه هذه معرفة. شوفي مختصرها إيش قالها بيل جيتس، إيش يعني قال لك؟ قال لك أنت بدك تعملي رحلة تاخدي فيها زميلاتك، إذا بتعرفي تعملي رحلة وتطلع رحلة وترجعوا بخير يبقى أنت عندك معرفة بالرحلة. طالبات تانيين بدها تعرف تعمل إيش؟ طبخة معينة، إذا أنت حابة تعمليها وبتقدر تعمليها إيش معناها؟ إدارة معرفة، هذه معرفة. ما هو في ناس بتعرف يعني سؤال، طبخة عندنا مشهورة في المجتمع الفلسطيني إيش عندنا؟ لا بس صعبة شوية. سمقية. مين فيكم من الموجودين بعرف يعمل السمقية؟ يرفع أيديهم. يعرفوا يعملوا السمقية. طيب تعرفش حد تعرفوا تعملها لحالها؟ طيب مين فيكم بتساعد في المجال هذا؟ بتساعد. هاي 6 7 10 10 من 50 يعني بيطلع عندنا قديش 20%. يعني ايش هنا اصبحت معرفتك ايش؟ جزئية. معرفتك كيف؟ قاعدين بشرح السمية البنات لبعض بشوف انا. طب انتبهوا معنا، خلينا نطلع من الغداء هلقيتها ونكمل القصة تاعتنا. طيب يبقى هلقيتها المعرفة اصبحت ايش؟ مش موجودة بالكامل عندنا، موجودة بصورة جزئية لبعضنا كمان، وفي ناس ما عندهمش المعرفة. بس اذا سألناك سؤال ثاني، بتعرفي تعملي حلويات بسيطة؟
كلها جماعية ولا في حد تعرف إيش؟ كلها جماعية، فأصبحت المعرفة عندنا إيش؟ المعرفة عندنا فيها معرفة كويسة. طيب ناخذ تعريف ثاني من الأخوات اللي هنا. يلا إيش الاسم بس؟ يلا يا ست إيمان تفضلي. هذا شركة مايكروسوفت حاليا، تفضلي إيش بيقول؟ طيب مايكروسوفت ايش قال لك؟ احصل على المعلومات الصحيحه وايش كمان؟ واقدمها لمين؟ يعني المعلومه اذا ما وصلتش للاشخاص المناسبين صارت في عندي اشكاليه، صح؟ يبقى التسلسل وانسياب المعلومات، بس مش فقط الحصول على المعلومه، انا بدي المعلومه المناسبه، ماشي؟ يعني هذه كويسه. اجالي انا معلومه ما لهاش قيمه. اجى حد من الشباب مره انا علي انا التزم بالزي الشرعي، بقول والله ما لقيت مقاسي انا في السوق، جلباب مناسب ما لقيتش، المعلومه اجت لشخص ايش؟ مش مناسب، مزبوط؟ يعني هذه شغله لازم تكون موجهه لكان مناسب. ناخذ تعريف لشركه اي بي ام، زميلتنا تفضلي ايش الاسم؟ دينا، تفضلي ست دينا. لينا تفضلي. لينا. مرة ثانية، أول شيء كلمة بدينا بكلمة الرافعة. إيش معنى رافعة؟ شغلة رافعة بمجهود بسيط. هل أنت في حاجة اسمها الجاك تبع السيارة بس إذا شفتيه السيارة؟ مجهود صغير بيرفع ثقل عالي. رب العالمين قالنا في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى في فئتين من المجتمع في لهم رافعة. رب العالمين إيش؟ وعد فيها الناس. مين هم؟ الذين آمنوا منكم، يعني الإيمان. الإيمان في حد ذاته هو عبارة عن إيش؟ معرفة برب العالمين، ومعرفة إيش؟ بأحكامه، ومعرفة بإيش؟ بنواهيه، أمور كثيرة، مظبوط؟ والجزء الثاني إيش هو؟ الذين بل بيؤتوا العلم، هذول بتتكون عندهم إيش هي؟ المعرفة. فبالتالي رب العالمين إذا عندك معرفة رب العالمين بيرفع، مظبوط ولا لا؟ زي ما قلنا من أوتي إيش أوتي خيرا كثيرا المرة اللي فاتت، الحكمة هي معرفة برضه، صح؟ فأصبحت اليوم الكلمات هذه كلمات قوية غنانة، بدك تصير لك رافعة ابحثي عن المعلومة. يبقى أصبحت قيمة الإنسان بوين؟ بالمعرفة. نرجع مرة ثانية، هل بالمصاري، بالجاه، بالسلطان، بالحاجة؟ قيمة الإنسان رب العالمين، يعني في ناس رب العالمين توفاهم من مئات السنين نسمع عنهم لإنتاجهم الإيش؟ المعرفي. بس في امور الناس عملتها يعني بشكل عالي، بالعكس رب العالمين يمكن وجه نقد لبعض الاقوام في القران، يعني عاد وثمود اللي كانوا في بمحتوا الجبال وبعملوها قصور، مزبوط ولا لا؟ رب العالمين ايش وجه لهم لوم انه ايش وانتم بتسووا، لكن اللي بتعلم رب العالمين وعد انه ايش يسوي؟ يرفع من قيمته. يبقى الانسان اصبحت قيمه الانسان وين؟ بالمعرفة. وحنا إحنا الشاب والشابة الفلسطينية متميزين برغبتهم في الحصول على المعرفة بشكل عالي، بشكل عالي. طيب بتذكر إحنا من أفضل المدرسين اللي كانوا درسونا زمان فلسطينية، مش في غزة، كنت خارج غزة، كنت في قطر، كان في أفضل المدرسين كانوا فلسطينية وأسسونا وعلمونا بطاقة كويسة. تمام. طيب ناخد هليت في عنا كمان تعريف آخر، ناخذ بس مختصر عنه، ناخذ بس صفحه 130. ناخذ من عند الاصول المعرفيه، تفضلي يا استاذه، ايش الاسم بس مره كمان؟ يلا استاذه عبير تفضلي. انا الاصول المعرفيه. ان الاصول المعرفيه للمنظمه تعتبر موارد قيمه. مره ثانيه، اعتبر لك المعرفه هي موارد قيمه، زي المصاري واهم من المصاري كمان. تفضلي كملي. ما هو العقل هو المكان اللي بدنا نحط فيه الايش؟ معرفة. هي المحرك الاساسي، والانسان اللي رب العالمين خلقه ب ب ب ب ب ب نقول نسيج غريب سبحان الله، انه قدرته عاليه على تشرب العلوم والمعارف، وانه يقدر يبدع فيها، يقدر يبدع ناخذ فيها. طيب عندنا مجموعه من التعريفات اللي موجوده. في عندنا تعريف خاص احنا حابين نمشي عليه كلمه كلمه، صفحه 131. التعريف هذا اجتهاد لتجميع مجموعة من المعارف، ماشي؟ خلينا نقرأ بس معاكم، أقرأ معاكم. هي مهارات إبداعية. مرة ثانية، مهارات إبداعية. يبقى المعرفة أصبحت مهارة. إمتى الواحد بيكون عنده المهارة؟ عند العلم، بعدين أعلى منها عندي قدرة على المهارة إني أعملها. يعني مش بعمل الطبخة السمجية
لا انا شاطره فيها كمان، مش كل سماجيه سماجيه، صح؟ انا شايف الاغلبيه لابسين كثير مناديل سماجي اليوم كمان، ما شاء الله، وجلباب سماجي كمان. طيب المهارات الابداعيه والناتج عن ايش يا اخواتنا؟ تفكير، تفسير، تحليل. هل انت في كلام كثير بدي اختصر لك اياه بكلمتين، ايش قال لك؟ لكل المواد التنظيميه المتاحه وكل الظروف والعوامل البيئيه التنافسيه المحيطه. عارف ايش بدي اقول لك اياه؟ هي المهارات الابداعيه فيها ابداع لحاجتين، ايش هما؟ داخل المؤسسه وخارج المؤسسه. مره ثانيه، هي المهارات الابداعيه تفكير، تحليل، تفسير اللي بدك اياه لامرين، معرفتي بالمؤسسه من الداخل ومعرفتي بالظروف البيئيه المحيطه من الخارج، هذه بحد ذاتها معرفه. ماشي، هيك احنا وصلنا لمستوى راقي. في شكل ثاني ممكن للتعريف، احد الاسرار المعنويه، معنويه يعني غير ملموسه بس لها قيمه عاليه، والقوى الخفيه في عقول الافراد لا يمكن لمسها. اداره المعرفه، هذه المعرفه، لكن اداره المعرفه الاستخدام الامثل للمهارات، يعني انت الشغله عرفاها، اذا قدرتي توظفي المهارات لتعمل الشغله اللي انت بدك اياها اصبحتي ايش عندنا؟ يبقى هذه اداره معرفه. مرة تانية، أنا بعرف أعمل بيتزا، بس قدرتي على أني أنفذها بطريقة كويسة وفاعلة بالموارد الموجودة ولاقي رضا من الناس اللي استهلكوها، قدرتي عالية على إدارة المعرفة. أعمل النشاط، في بتقولي أنا والله بأنتجها بطريقة عالية. طيب ننتقل لمجموعة من الأمثلة التطبيقية، نكتب عنوان هنا، عندنا أمثلة تطبيقية. أمثلة تطبيقية لإيش؟ في عندنا وقت للبرزنتيشن لسه، ناخذها بس بسرعة. الأمثلة التطبيقية حنكمل مع الأخوات تقرأ المثال وناخذ بس المغزى إنه وين المعرفة فيها؟ إحنا وقفنا عند سارة، يلا تفضلي سارة. 132. قد يتواجد لدى المنظمة مجموعة من البيانات أو المعلومات غير المترابطة وغير المصنفة أو المرتبة، أو هي مشتتة، فقد يقوم أحد الخبراء إيجاد علاقة جوهرية ونافعة من هذه المعلومات تساهم في تحقيق مزايا تنافسية لدى المنظمة. يبقى إيش المغزى اللي حكتنا يا سارة؟ مع شغلات مفرقة استطيع شخص إنه يجمعها مع بعض، وفر لنا بشغلة مفهومة، يعني قطع في شغلة إيش؟ متكاملة. هذه معرفة بحد ذاتها، إنه بيعرف يجمع البيسز أو القطع لشغلة كاملة. الإنسان إيش دوره؟ طيب مين ننتقل مع مين من الأخوات؟ تفضلي الاسم. يلا يا آية تفضلي. رقم 2. قام أحد اليابانيين، شوف هذه والله حاجة بتعجبكم، هذا سر في ذهب هليتها. قولي يلا. قام أحد اليابانيين بتسمية بعض الغزلان المغلطة والإلكترونية من أجل كتب الكتابات خلينا نوقف لغايه هنا. يعني استطاع انه، عارفين اللوحات الالكترونيه النقط هذه اللي هي عامل زي نحاس، هذه في منها نحاس وذهب، يعني ياخده ويجمعها ويطلع منها ذهب. معلش طول تروح برضه بدها في الامور هذه، بيطلع معها ذهب في الاخر يعني. طيب في معلومه، في ناس بيحبوا الغطس في اماكن معينه وقت الشتاء. مين اللي بينزل في البحر وقت الشتاء وعند مناطق صخريه في غزه بتلاقيه لابس نظارات كمان؟ بهلقيتها انت لما بتسبحي في البحر احيانا، بعض الشباب او البنات او السيدات ايش بتلاقيها؟ لابسه ذهب، خاتم، حلق، ممكن يقع منها في الميه. مع العواصف بنحذف وين؟ في المناطق الصخريه، فبنزل يفتش على شغلات بتلمع. يا سلام، في الشتاء لو لقيت حد بيسبح في الشتاء اعرف انه فتش على ذهب على طول. الشباب قلت لهم الفكره عجبتهم، حينزلوا في الشتاء يسبحوا يعني. ماشي، يلا من الاخوات مين عندنا واصلين؟ يلا ست سميه تفضلي. يعني عندنا مؤسستين زي بعض بس واحدة تميزت عن الثانية عندها إدارة معرفة. مثلا زميلتين قاعدين جنب بعض، بس واحدة فيهم بعد فترة صار صيتها أحسن، أو صار عندها شهادة أعلى، أو صار عندها منصب أحسن، أو عندها أسرة وعندها أولاد ومربيان بطريقة ما شاء الله عليها. طيب حتقول هذه والله كانت فيهم الأيام إيش؟ بنت صفي، زميلتي أنا وياها قاعدين مع بعض، صح؟ طيب ايش اللي صار؟ عندها قدرة عالية على إدارة المعرفة، سبحان الله، وتميزت. طيب وصلنا من وين عند من الأخوات؟ ايش الاسم؟ هند. هند، علي صوتك بس يا هند. عندما تجد بعض السيارات القديمة منذ فترة
يبقى أصبحت عندنا شو بعض السيارات إذا استطعت إن احنا نصلحها قديمة وشغالة لغاية هليتها، هذه معرفة مش الكل بيقدر عليها. نوصل عند مين عندنا من الأخوات كمان؟ نرجع مين؟ نكمل عند فضلي ست مريم. يعني اداك مثال انه اليوم في ميزه تنافسيه ما مش بين المؤسسات، ما بين الدول. دوله صغيره مواردها بسيطه استطاعت انها تضع لها ايش؟ لها مكانه مثلا، فانت بتعطي زي دوله قطر ايش ادت قضيت على اداره المعرفه. ممكن المعرفه تكون تراكم مجهود مؤسسات، تراكم مجهود افراد، بس اصبحت اليوم قدرت انها تتميز بامر معين. مين عندنا كمان من الاخوات؟ من اللي مش يلا يا ايه علي صوتك. معرفة إن أتحول أنا من عسر مالي وعند الضائقة إلى إشي متميز، فهذه برضو بحد ذاتها إيش عنا معرفة. الديانة بتقدر تحكي لنا واحدة وعلي صوتك. عندما تقوم شركة بخفض الطلب على منتج جديد لم يكن معروفا قبل مثل تليفون المحمول أو خدمات البريد الإلكتروني أو بطاقات الائتمان المصرفي أو الإدارة عن بعد وتوصيل الطلبات للمنازل يعني إذا أنا قدمت سلعة جديدة، خدمة جديدة ما كانتش موجودة، أو تطوير لخدمة كانت قائمة زمان، فهذه معرفة. يعني لما أتكلم على شركة آيفون لما تقدم منتجات جوال هاتف النقال الذكي سمارت فون، أو شركة سامسونج اليوم، هذه معرفة تمتلكها الشركات مش موجودة عند شركات تانية، صح؟ ناخذ حد من الأخوات اللي ما تكلموش معنا، يلا بس علي اسم مرة تانية. نور، علي صوتك نور. طيب خلينا اديكم قصه، هذه مش واضحه هنا في الكتاب. في البريد العادي الحكومي احنا بنعرفه بياخذ الرساله عشان تصل من مكان لمكان 7 ايام. طيب ادفع عليها كام؟ 3 شيكل او 2 شيكل. بتوجه لشركه نقل سريع زي دي اتش ال او ارامكس ممكن ياخذوا عليها 150 شيكل. ففي عند في مصر عندهم البريد الحكومي عمل نقله جديده، قال لك انا ليش اخلي المواطن يروح للشركة الخاصة يدفع 150 ما يعادل 150 شيكل؟ كتير مبلغ كبير. أنا بدي أحاول أخليه وأنا شركة حكومية وعندي كل الإمكانيات النقل البريد العادي 7 أيام ب2 شيكل، واللي بده يخليها في بريد سريع عندي أنا كحكومة بعملها بدل يوم بدل 7 أيام بخليها يومين وبدفع 30 شيكل. يبقى أصبح هو قدم خدمة إضافية تنافس خدمة خاصة. هنا عنده إدارة معرفة. طب إحنا عندنا في غزة هل البريد عندنا قادر أنه يعمل الخدمة هذه؟ لا، فهو عنده قدرة لإدارة المعرفة ميزته في أداء العمل الحكومي. بدي لقيت الصوت قوي يتكلم على موضوع شوية هيك فيه رجة، يعني فيها ناحية عسكرية وحربية صارت. ناخذك أنت حرة. إيش علي اسمك؟ يلا يا مجد اقرأيها. وين المعرفة في كل العبارة اللي حكتها مجد ما شاء الله عليها؟ وين؟ فكرة بسيطة. إيش هي؟ مية. عندك جبال رمل، بربيش المية لما تحطيه على الرمل إيش صار؟ تنزل الرمل. هل أنت أصعب شيء في الدنيا وجوده أو أقوى شيء في الدنيا عندك الصخر وعندك الحديد. الصخر لو إجا مية عليه انتقلت المية عليه تسيبيها لمدة سنة سنتين ثلاثة أربع سنوات هتلاقي الصخر تشقق وتكسر. الحديد لو إجا عليه مية هتلاقيه صدى. سبحان الله، يعني الحديد والصخور كلها بتتشقق من إيش؟ من مية. بس إيش بدها انتظار وبدها وقت. الفكرة بسيطة، بس هي المعرفة بالحد ذاته وهي إيش؟ هي السلاح. قوة الإنسان اليوم بقوة المعرفة. من التنافس العالم اليوم مين اللي بيلحق يحاول يوجد ايش المعرفة؟ حنوقف عند
عملية إدارة المعرفة.